السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع جلفا لنعرفكم على المنتزه تاع الألعاب الجديد الذي تم افتتاحه في ولاية جلفا، واللي يعتبر إضافة أكيدة يعني العروض تاع الترفيهية بالولاية، واللي كذلك الملاحظ هو أنه العجلة تاع الألعاب تعتبر واحدة من أكبر العجلات في الجزائر، حيث عندها حجم كبير جدا، وهذا يزيد من القيمة نتاع الفضاء هذا الترفيهي في ولاية الجلفة. أترككم تتابعون فيديو حول هذه المنشأة الجديدة. السلام عليكم.